نكمل سفر العدد إصحاح 25. سفر العدد إصحاح 25 من عدد 1 صفحة 354. وأقام إسرائيل في شتيم وابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب، فدعونا الشعب إلى ذبائح آلهتهن، فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهن، وتعلق إسرائيل ببعل فاغور، فحمي غضب الرب على إسرائيل. فقال الرب لموسى: خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس، فيرتد حمو غضب الرب عن إسرائيل. فقال موسى لقضاة إسرائيل: اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فاغور. وإذ رجل من بني إسرائيل جاء وقدم إلى إخوته المديانية أمام عيني موسى وأعين كل جماعة بني إسرائيل وهم باكون لدى باب خيمة الاجتماع، فلما رأى ذلك فنحاس ابن أليعاذر ابن هارون الكاهن قام من وسط الجماعة وأخذ رمحا بيده ودخل وراء الرجل الإسرائيلي إلى القبة، وطعم كليهما الرجل الإسرائيلي والمرأة في بطنها، فامتنع الوباء عن بني إسرائيل، وكان الذين ماتوا بالوباء 24,000. فكلم الرب موسى قائلا: فنحاس ابن أليعاذر ابن هارون الكاهن قد رد سخطي عن بني إسرائيل بكونه غار غيرتي في وسطهم حتى لم أفني بني إسرائيل بغيرتي، لذلك قل: ها أنا ذا أعطيه ميثاقي ميثاق السلام، فيكون له ونسله من بعده ميثاق كهنوت أبدي، لأجل أنه غار لله وكفر عن بني إسرائيل. وكان اسم الرجل الإسرائيلي المقتول الذي قتل مع المديانية زمري ابن سالو رئيس بيت آب من شمعونيين، واسم المرأة المديانية المقتولة كذبة بنت صور، هو رئيس قبائل بيت أب في مديان. ثم كلم الرب موسى قائلا: ضايقوا المديانيين واضربوهم، لأنهم ضايقوكم بمكايدهم التي كادوكم بها في أمر فاغور وأمر كذبي اختهم بنت رئيس المديان ابني قتلت يوم الوباء بسبب فاغور التي قتلت يوم الوباء بسبب فاغور مجدا للثالوث الأقدس. كنا شفنا آخر مرة موقف بلعام اللي حب أجرة الإثم، وبالرغم ان ربنا نبهه مرات كتيرة انك ما تروحش وتلعن الشعب انه شعبه مبارك، الا انه راح، ولكن ربنا نطق بالبركة لشعبه. فشفنا في النبوات الاربعة اللي نطق بيهم انه شعب مقدس مميز، انه شعب مبرر، انه شعب جميل، وانه شعب محبوب، ولحد ما نطق في النبوة الأخيرة لما قال: أراه وليس الآن أبصره، ولكن من بعيد يبرز كوكب من يعقوب، وتكلم بالعام على شخص السيد المسيح اللي هو الأسد الخارج من سبط يهوذا. وبعدين لما بالغ لقى إن بالعام مش قادر يلعن الشعب، قال له: قوم وانصرف. وفعلا انصرف بالعام من غير ما يقدر ان هو يلعن الشعب، ومن غير ايضا ما يقدر انه ياخد اجرة من بالاق. لكن حصل موقف غريب من شعب اسرائيل. نشوف ان بينما الله بيدافع عن شعبه وبيتكلم عن شعبه ان شعبه مبارك وانه لا يمكن ان يلعن، وبالرغم ان الشعب ما كانش عارف بالمؤامرات اللي بتدبر ليه والعرافة والعيافة وعمل الشيطان اللي كان بيحاول ان هو يقوده الى اللعنة، ما كانش دريان شعب اسرائيل بكده، لكن بالرغم من كده نشوف ربنا ازاي بيدافع في محبة قوية وثابتة عن شعبه. لكن بالرغم من دفاع ربنا عن هذا الشعب وحفظ الله لهذا الشعب،
نجد رد فعل هذا الشعب وموقف عكسي نهائي، ان الشعب عمال يزني ويكسر الوصية اللي بتقوله لا تزني، وانه بسبب اللذة عمال ينحدر في شهوات. ان بنات مؤاب طلعوا لكي ما يغووا شعب اسرائيل، فزنوا معاهم، ومش بس زنوا، دخلوهم ياكلوا مما ذبح للاصنام، ومش بس كده دخلوهم كمان يسجدوا للاصنام، والاكثر من كده انهم تعلقوا ببعل فاغور. موقفين مناقضين جدا. الله بيحامي وبيدافع عن شعبه وبيقدم محبة ثابتة وقوية للشعب، بينما الشعب اللي خلاص على ابواب الدخول لارض الموعد وعلى ابواب الميراث عمال يزني ويتلذذ بخطية ونجاسة، زي ما نشوف دلوقتي ان واحد منهم جاب واحدة مديانية وبيزني معها علنا، وبيغوي بقية الشعب ان هم كمان يزنوا معها. موقفين مغيرين. الله في حبه ودفاعه عن الشعب، والشعب اللي بيدور على اللذة والسقوط في الخطية باستمرار. عشان كده الاصحاح ده يورينا مواقف بعض الاشخاص، ونشوف موقفنا ايه احنا منهم. في موقف لله، في موقف لبلعام، في موقف للشعب الاسرائيلي، في موقف لفنحاس اللي هو حفيد هارون ابن اليعازر الكاهن. تعالوا نتكلم الاول عن موقف بلعام. قد يبدو ان بلعام ما عملش حاجة. بلعام حاول انه يلعن، ما قدرش يلعن، نطق بالبركة، راح بالاق مشيه ومروحه. بس الحقيقة ان بلعام وهو مروح محبش يرجع خسران كل حاجة. هو خسر الهدية والمجد والكرامة بتاعت بالاق، لكن حب يثبت قدرته وذاته. يعني مش معقول يخش في موضوع والموضوع يفشل كده. فراح اشار على بالاق مشورة ومن غير اجرة، قال له اسمع، الشعب ده سبب قوته هو اتصاله وعلاقته بالهه، وسبب البركة اللي فيه وعدم اللعنة علاقته بالاله بتاعه. انت عايز تلعن الشعب ده وتخليه ينهزم؟ انت مش هتقدر تغير الله، مش هتقدر تغير الهه وتحول الهه ده لكي ما يلعن الشعب، لان الله ثابت لا يتغير. لكن تقدر تعمل حاجة العن من كده. ما تقدرش تغير ربنا، لكن تقدر تعمل ايه؟ تغير الشعب. الشعب متقلب، انت غير الشعب، فتفقد العلاقة اللي ما بين الشعب وما بين الله، فتقدر عليه. طب تغير الشعب ده ازاي؟ قال لك اهم حاجة في اساس العلاقة ما بين الله وما بين الانسان هي حياة القداسة، حياة الطهارة. لان بولس الرسول كده، القداسة التي بدونها لا يستطيع احد ان يعاين الرب. افقدوا طهارته، افقدوا قداسته، غير هذا الشعب، تفقد العلاقة اللي بينه وبين الهه. لان لا يمكن يبقى في علاقة بين الله وشعبه طالما في حياة الناس دول نجاسة. الشعب ده ما يتغلبش بجيش قوي معد وبرجال صلاب، لكن الشعب ده يتغلب بالنساء، باللذة، بالشهوة. ما تقدرش تغير ربنا، غير الشعب. طلع بنات مؤاب يغروا شعب اسرائيل فيزني، فيتنجس، فيفقد طهارته، فيفقد علاقته بايه؟ بالهه. لكن الله ما تقدرش تغيره، ما تقدرش تحول الله تجاه هذا الشعب، لكن تقدر تحول الشعب تجاه الله. فعشان كده بالعام اشار على بالاق
انه يعمل معثرة انه يغوي الشعب. ان ما قدرتش تلعن هذا الشعب فانت تقدر تغويه. خدوا بالكم من عمل الشيطان. ان ما قدرش ان هو يلعننا ويسبب لنا لعنة فهو يقدر يغوينا لكي ما نتحول نحن، لانه يعرف ان الله لا يتغير. فراح حط المشورة دي بالعام، افقد الشعب طهرته وافقد الشعب قدسته ينهزم. ودي اخطر حاجة في حياة الانسان، لو الانسان فقد الطهارة بتاعته والقداسة بتاعته الانسان ده سهل جدا انه ينهزم، لان العلاقة بينه وبين الهه هتبقى غير موجودة، هيبقى ضعيف جدا. عشان كده احرص باستمرار على الطهارة وعلى القداسة التي بدونها لا يستطيع احد ان يعاين الله. تقول لي طب انت جبت الكلام ده منين؟ مفيش ذكر بالعام خالص. لا، الحقيقة ان احنا لو طلعنا سفر العدد اصحاح 31 عدد 16، اصحاح 31 عدد 16 يقول ان هؤلاء كنا لبني اسرائيل حسب كلام بلعام سبب خيانة للرب في امر فغور، فكان الوباء في خيمة الرب. بيقول ده حسب كلام مين؟ بلعام، ان بلعام هو اللي ادى المشورة دهية. والاجمل من كده والاوضح من كده لو طلعنا سفر الرؤيا اصحاح 2، سفر الرؤيا اصحاح 2 عدد 14 صفحة 397 في العهد الجديد، ربنا بعت رسالة لملاك كنيسة برغامس بيقول له ايه في عدد 13 كده نقراه من الاول: انا عارف اعمالك واين تسكن، حيث كرسي الشيطان. بيقول له انت ساكن في المكان اللي فيه كرسي ايه؟ الشيطان، مقر الشيطان، سلطان الشيطان. وانت متمسك باسمي ولم تنكر ايماني حتى في الايام التي كان فيها انتيباس الشهيد الامين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. ده هنا بيتكلم عن منطقة كرسي الشيطان وحيث الشيطان يسكن، حيث سلطان الشيطان. طب في ايه بقى؟ ولكن عندي عليك قليل ان عندك هنا قوما متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بالاق ان يلقي معثرة امام بني اسرائيل ان يأكلوا مما ذبح للاوثان ويزنوا. هنا بوضوح بيتكلم ان بلعام كان بيعلم بالاق انه يلقي معثرة امام الشعب بانه يأكل مما ذبح للاوثان وايه ويزني. فهنا في سفر الرؤيا يورينا بلعام المتحد بكرسي الشيطان وبسلطان الشيطان. طب وسلطان الشيطان ايه؟ الشيطان ما يقدرش يغير ربنا، ما يقدرش يخلي ربنا يتحول تجاه شعبه، لكن يقدر يغوي فيحول الانسان عن الله فيغير الانسان فيفقد العلاقة ما بين الله وما بين الانسان. لان بدون القداسة والطهارة لا يستطيع احد ان هو يعاين ربنا. فهنا نشوف بلعام هو اللي كان سبب الغواية، هو اللي القى المعثرة، وانه عمل العمل ده بدون اجرة، ما خدش مكافأة، لان المكافأة بتاعته او عمل كده لحاجة واحدة بس، من اجل انه يثبت ايه؟ قدرته، يثبت ذاته. هو فشل انه ينطق باللعنة، لان كل ما كان يجي ينطق باللعنة ينطق بالبركة. فقال له شوف خد بقى دي، انت كرشتني ومشتني وحاسس كده ان انا من غير قيمة وما قدرتش اعمل حاجة، لكن خد المشورة ده هي. الله لا يمكن يتغير تجاه شعبه، لكن الشعب ممكن يتغير تجاه الله.
عشان كده خلي الشعب ده يزني، طلع بناتك يغروه فيزنوا فيأكل مما ذبح للأوثان ويسجد له فينفصل عن إلهه. لحد دلوقتي شفنا ثلاث كلمات تختصت بلعام في العهد الجديد، يقول انصبوا الى طريق بلعام وضلالة بلعام وتعليم بلعام. من الايات اللي قريناها في بطرس، رسالة بطرس الرسول، وفي رسالة يهوذا، وفي سفر الرؤيا، في طريق بلعام، في ضلالة بلعام، وفي تعليم بلعام. هي اللي بلعام ده بيمثل الشخص اللي بيعمل ارادته الذاتية، مش عايز يخضع لارادة الله، وان كان يظهر ظاهريا بانه بيعمل وبينفذ كلام ربنا. ربنا قال له ما تنطقش الا بالكلام اللي انا اقوله لك، فعلا ما عملش كده، ما نطقش الا بالكلام اللي ربنا ايه قالوا. لكن في واقع الامر في النهاية هو نفذ ايه؟ مشيئته، نفذ ارادته الذاتية. ربنا يقول له هذا الشعب غير ملعون ولا يمكن ان يلعن، لكن هو في الاخر اشار بالمشورة بتاعته وبالتعليم بتاعه وبالطريق بتاعه وبالضلالة بتاعته. عشان كده ده بيمثل الناس اللي بتاخد التقوى كصورة للتجارة، او التدين كصورة للتجارة من اجل المكسب المادي او الربح الذاتي. ليه صورة التدين؟ وانه بيعيش مع ربنا او بيعرف معرفة العلي او بينطق باقوال الله، لكن في واقع الامر من تحت لتحت هو بينفذ ارادته الذاتية واللي هو عايزه مش اللي ربنا عايزه. عشان كده دي خطورة هذا الطريق اللي هنشوف نهاية بلعام بعديها بشوية، خطورة طريق بلعام وضلالة بلعام وتعليم بلعام، خطورة الانسان اللي ليه مظهر التقوى لكن ينكر قوة التقوى، ما بيعيش حياة التقوى. فكان سبب هذه المشورة هو بلعام. يقول كده وأقام إسرائيل في شطيم وابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب، فدعونا الشعب إلى ذبائح آلهتهن فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهن وتعلق إسرائيل ببعل طاغور. خدوا بالكم في أربع أفعال في منتهى الخطورة، في أربع أفعال في منتهى الخطورة. دعونا الشعب دعوة، أكل الشعب، سجد الشعب، تعلق الشعب. هو كل ده بسبب اللذة. علشان يزنوا ويتمتعوا باللذة أو بالشهوة كانت بنات مؤاب مصحين، يعني هم مش عايزين يزنوا معهم كده من أجل الزنا وفقط، ده الزنا ده طريق لكي ما يدعوهم، لكي ما يأكلوا مما ذبح لآلهتكن، وبعد ما يأكلوا ويشبعوا ويتمتعوا باللذة يسجدوا للآلهة. وكانت النتيجة أنه تعلق الشعب ببعل فاغور. تعلق الشعب يعني إيه؟ حبوا بعل فاغور جدا. يا ده إله حلو قوي، ما شفناش من يهوى زي ما ورنا بعل فاغور بيقدم لنا شهوة مجانية زنا، بيقدم لنا أكل وشرب. فارتبط قلب الشعب ببعل فاغور. كلمة بعل يعني سيد أو رب، لما يقولوا فلان بعل فلانة يعني سيدها أو رجلها، وفي كلمة فاغور يعني فجور، كلمة فجور، فهو سيد ورب الفجور. لما الشعب قبل الدعوة، ما قالش هنروح نتفرج، لا ده قبل الدعوة من اجل انه ياكل. وعملية الاكل هنا تملي باستمرار اشارة الى الاتحاد. حتى احنا لما بناكل جسد ودم المسيح
يبقى في بيننا وبين المسيح ايه؟ اتحاد. فهم عايزين يتحدوا بآلهتهن، ومش بس اتحدوا، دول سجدوا خضعوا، ولما اكلوا وسجدوا وخضعوا تعلقوا ببعل فاغور. كلمة صعبة جدا، كيف ان قلب الانسان يتعلق بسيد الفجور واللذات والشهوات؟ ما هي اللذة سبب متاعب الانسان باستمرار؟ وفي كل مرة الانسان يخطئ فيها يخطئ بسبب اللذة، اجل انه عايز يتلذذ. وبسبب اللذة قالوا ان بعل فغور ده يعني اله حلو وكويس قوي احنا نعبده، ده بيدينا. وبيشبهوا الفلاسفة ان اللذة دي بالضبط هي الطعم اللي بيترمي للسمكة من اجل الهلاك. يعني هي السمكة بيصطادوها ازاي؟ يرمولها طعم فتنجذب ناحيته عشان تتلذذ بيه فيصطادوها بهذا الطعم. وكان موضوع اللذة هو كل شيء أتعب الإنسان وأذل الإنسان وأخضع الإنسان، وبالذات اللذة الجنسية. علشان كده نبص نلاقي إن عبادة الأوثان ارتبطت بالجنس من أجل إنها تقدم للإنسان لذة. وكل عبادة وكل ديانة خارج عن الله وعن المسيح ما قدرتش تتغلب على موضوع الجنس ده. علشان تقدر تصطاد ناس كتيرة حصل تساهل في موضوع الجنس، عشان تبسط الناس، تقدم للناس اللذة، تقدم للناس الطعم. عشان كده مهما كان في أديان مختلفة، لكن قدام موضوع الجنس واللذة كلها تراخت في هذا الموضوع بدرجات معينة وبتفسيرات معينة، لان عارفه ان الانسان باستمرار بيدور على اللذه. ومشكله اللذه انك لا يمكن ان تتغلب على اللذه الا بلذه احلى منها او اقوى منها. ما تقدرش ترفض لذه الخطيه الا اذا كان في لذه لعلاقه بالمسيح، وحلاوه العشره مع المسيح تغطي على لذه الخطيه. لكن الحرمان والكبت لا يمكن يقدر يشبع الانسان. الحرمان والكبت هيفضل حاطط الانسان تحت سلطان اللذة، لكن النفس اللي بتذوق ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب وما احلى الرب، اللي عندها لذة الحلاوة مع ربنا، لذة العشرة مع الله، تضغي وتطرد لذة الخطية ولذة الشهوة. عشان كده الانسان الشاطر في جهاده الروحي مش هو اللي بيلجأ لمجرد كبت وحرمان خارجي ومن جوه عمال منخرب، لكن الجهاد الروحي الصحيح هو الانسان اللي يقدر يمتلئ بحلاوة العشرة مع الله. ولو ده حلاوة العشرة مع ربنا هيقدر يتخطى لذة الخطية ولذة الاثم. تعلق الشعب ببعل فاغور، بسيد الفجور والشهوات، فكانت النتيجة ايه؟ فحمي غضب الرب على اسرائيل، فقال الرب لموسى: خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس، فيرتد حمو غضب الرب عن اسرائيل. وهنا غضب ربنا لان الشعب تحول من الزنا الجسدي الى الزنا الروحي. الزنا الجسدي كانت الخطوة الاولانية انه يزني روحيا، فغضب ربنا وقال له خد رؤوس هذا الشعب وعلقهم مقابل الشمس. ولو نصحصح شوية نقدر نلاقي منظر جميل جدا. أجرة الخطية وأجرة الشهوة وأجرة اللذة، ما هو خطية آدم الأول كانت تنطبق على موضوع اللذة، إن هم لما شافوا الشجرة لقوها إيه؟ جيدة للنظر وشهية للإيه؟ للعيون، لذيذة، فسقطوا. ف
فقال لك ان الخطية والشهوة دي اجرتها تعليق على خشبة. يعني ايه تعلقهم على خشبة؟ يعني ايه صليب؟ وصليب امام ايه؟ الشمس، مقابل الشمس. ما هو المسيح هو شمس الايه؟ البر. دينونة وتشهير علني امام قداسة وبر الله. وهنا يركز ان دي مسؤولية الرؤساء اللي تساهلوا مع الشعب، هم زنوا وخضعوا لقانون اللذة واسقطوا الشعب معاهم. فربنا قال لموسى تاخد الشعب، رؤساء الشعب كلهم اللي سقطوا، وتعلقهم مقابل الشمس. ده الحكم نتيجة لذتي ونتيجة خطيتي. وفي معنى نبوي جميل جدا، ما هو ده اللي عمله المسيح، ان هو تعلق على الصليب مقابل اللذة بتاعتي ومقابل الخطية بتاعتي. ايه؟ انا كان الحكم على الخطية ده هي ان لابد ان يعلق على خشبة مقابل الشمس. فجه المسيح وحمل الحكم ده ايه؟ بدالي. فيرتد حمو غضب الرب عن اسرائيل. لما يعلق على خشبة يرتد حمو غضب الايه؟ الرب. وده اللي قاله السيد المسيح على الصليب، قد اكمل. ان هو لما علق على خشبة ارتد غضب الرب عن الشعب كله. فقال موسى لقضاة اسرائيل، اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فغور. وبقى لقب الانسان الخاطي انا وانت وكل واحد فينا المتعلق ببعل ايه؟ فغور. اللي قلبه متعلق بسيد ورب الفجور والشهوات، اللي قلبه متعلق بالشهوة وبالنجاسة وبالدنس، متعلق. خطية كده بتشده، الشهوة بتذله، لانه قلبه قد تعلق ببعل فغور. كان لا يمكن ان يرتد غضب الله الا بالتعليق مقابل الشمس. ده شوفوا ربنا في حلاوته لسه الاصحاح اللي فات بيقول لهم كده، لم يرى في اسرائيل اثما ولا في يعقوب خطية. ربنا مش شايف في شعبه خطية، والشعب بيزني وبيأكل مما ذبح للأوثان وبيسجد للأوثان ويتعلق قلبه ببعل فغور. ايه يا رب ده؟ هو شايف انه شعبه مبرر، لكن مبرر فين؟ في دم المسيح، مبرر في شخص المسيح اللي معلق على الخشبة. لكن مش هيسيب الشعب كده يعني يعمل اللي عايزه ويقول ده شعب مبرر. لا، ده لو طلعنا سفر أرمية اصحاح 30 يورينا ربنا بيتعامل مع الشعب ازاي. صحيح ما يسمحش ان حد يلعنه، وما يسمحش لحد ان هو يهين شعبه، لكن الشعب لما يغلط مش هيفوت له. في سفر أرمية اصحاح 30 عدد 11 في صفحة 1032، أرمية 30 عدد 11، 1122. شوف ربنا بيكلم شعب إسرائيل يقول له إيه؟ لأني أنا معك يقول الرب لأخلصك. أنا صحيح معاك ومحدش يقدر يفصلني عنك. وإن أثنيت جميع الأمم الذين بددتك إليهم فأنت لا أفنيك، بل أؤدبك بالحق ولا أبرئك تبرئة. أؤدبك بالحق ولا أبرئك تبرئة. أبرئك تبرئة يعني إيه؟ مش هفوت لك، ده أنت لازم هتدفع ثمن كل غلطة أنت إيه؟ عملتها. أؤدبك بالحق. أنت شعبي وأنا بدافع عنك وبنظر اليك انك مبرر، لكن مش معنى كده انك تتساهل وتعمل الخطية. ده كل خطية هتعملها
هدفعك ثمنها، هأدبك عليها، لأنها كذا قال الرب: كسرك عديم الجبر وجرحك عضال. كسرك ما بيتجبرش، وجرحك مزمن صعب انه يخف. ليس لك عقاقير رفادة، مفيش دواء ينفع معاك. هأدبك لان خطيتك عظيمة جدا، لكن هأشفيك. عشان كده الابن المحبوب من المسيح هو الابن اللي يؤدب لكي ما يطهر وينقى، لكي ما يخلص بالآلام. صحيح اتكلم انه شعبه مبرر، ربنا مش شايف فيه اسم وخطية، لكن لما يغلط الشعب ربنا يوريه العقاب. عشان كده نبص نلاقي ان ربنا يضربهم بالوباء لدرجة ان 24,000 يسقطوا في يوم واحد. هو انت يا رب محبتك للشعب اتغيرت ازاي تموت 24,000 في يوم واحد؟ لا، محبتي ما اتغيرتش، بس لا، هذا الشعب لازم ينقى، لازم يطهر، لازم يؤدب. كل ابن يحبه ابوه يؤدبه. لا ابرئك تبرئة. صحيح انت شعب انا غفر لك في دمي، لكن مش معنى كده ان انا هفوت لك. فنجد الله هنا يؤدب على الخطية، ويؤدب بشدة جدا. نرجع تاني لسفر العدد اصحاح 25 عدد 6: واذ رجل من بني اسرائيل جاء وقدم الى اخوته المديانية امام عيني موسى واعين كل جماعة بني اسرائيل وهم باكون لدى باب خيمة الاجتماع. فلما رأى ذلك فنحاس ابن اليعاذر ابن هارون الكاهن قام من وسط الجماعة واخذ رمحا بيده ودخل وراء الرجل الاسرائيلي الى القبة وطعن كليهما، الرجل الاسرائيلي والمرأة في بطنها، فامتنع الوباء عن بني اسرائيل، وكان الذين ماتوا بالوباء 24,000. موقف تاني سخيف جدا. موسى شايف الوضع، الشعب ساقط تحت اللذة وبيزني، وربنا غضبان وحمو غضب الله على الشعب. وبعدين واحد، وزي ما هنشوف دلوقتي انه كان رئيس من سبط شمعون، جاب واحدة مديانية وكانت بنت امير المديانيين، ويعني بيقدمها للكل علنا وبيزني علنا، بينما موسى واقف يعمل ايه؟ يبكي قدام خيمة باب الايه؟ قدام باب خيمة الاجتماع، عمال يبكي ويعيط ويقدم توبة امام ربنا، وده بمنتهى الفجور وبمنتهى البجاحة، كأنه بيقول لهم بتعيطوا على ايه؟ ايه الاله بتاعكم يهوى ده؟ احنا عايزين بعل فاغور، عايزين الفجور، عايزين الواحد يشوف مزاجه. بتبكي على ايه وبتتوب على ايه؟ وبيشجع الناس انهم يحتقروا مقادس الله، وبيشجع الناس انهم يستهينوا بوصايا الله. وقال لهم علنا: اديني بشوف لذتي. موسى واقف بيقدم توبة قدام باب خيمة الاجتماع وبيصلي قدام ربنا، وده داخل يزني، وبيشجع الشعب انهم يزنوا ويتعلقوا باللذة. ياما في اصوات كتيرة بتنادي: كنيسة ايه اللي انتوا بتروحوها؟ وصلوات ايه؟ شوفوا حياتكم، اتمتعوا بلذتكم. يقول ان حصل موقف من واحد يظهر لنا لاول مرة، فنحاس ابن اليعاذر ابن هارون. نعرفين ان هارون كان ليه 3 ابناء، 2 ماتوا لانهم قدموا نار غريبة، وبعدين تبقى اليعاذر اللي هو شفناه لما طلع على الجبل مع موسى، وموسى لبسه ثياب مين؟ ابوه رئيس الايه؟ الكهنة. اليعاذر ده كان ليه ابن كاهن اسمه فنحاس. فنحاس لما شاف الوضع كده راح اخذ الرمح بتاعه ودخل للخيمة ورا زمري اللي هو من سبط شمعون ده، هو ورا المديانية، وراح طعنهم هما الاتنين، ضربهم بالرمح، لانه غار غيرة لربنا،
ما تحملش ان الله يهان، وصيته تنداس والمقادس بتاعته تنداس وشعبه المقدس ان هو ينداس بالنجاسة وباللذة. فراح غير غيرة ربنا وطعن دول بالرمح، لدرجة ان احد التقاليد اللطيفة، صحيح يمكن ما هي صحيحة لكن تورينا فكرة عن فنحاس ده، يقولوا فنحاس ده هو ايليا. كان اليهود بيؤمنوا بفكرة تناسخ الايه الارواح، ان ايليا قرر نفس العمل لما غير غيرة ربنا، لما لقى كل الشعب ابتدى يبعد ويعبد الاوثان فغير غيرة الرب زي ما بيقول كده ايليا، ونزل نار من السماء التهمت كل المكان اللي شفناه وامر ان هم يقتلوا انبياء البعل. فبيقول التقليد اليهودي ده ان فنحاس الكاهن جه في شخص ايليا، وعشان كده خد نفس صورة ايليا، خد نفس صورة فنحاس الكاهن، غار غيرة الرب. بس شوفوا الرمز الحلو والمعنى الجميل في فنحاس ده، هو فنحاس ده كان كاهن غار غيرة لربنا، طعن بالرمح فأوجد شيئين. أول حاجة امتنع الوباء، تاني حاجة دخل في ميثاق ايه سلام. عشان كده نبص نلاقي ان ربنا بيرد على اللي عمله في عدد 10، فكلم الرب موسى قائلا فنحاس ابن اليعاذر ابن هارون الكاهن قد رد سخطي عن بني اسرائيل بكونه غار غيرتي في وسطهم حتى لم اثني بني اسرائيل بغيرتي، لذلك قل ها انا بأعطيه ميثاقي ميثاق السلام، فيكون له ولنسله من بعده ميثاق كهنوت ابدي لاجل انه غار على الله وكفر عن بني اسرائيل. وهنا نلمح رمز حلو قوي، ان فنحاس كان يرمز لمين؟ لشخص المسيح، شخص المسيح اللي قال عليه كده ان هو كاهن الى الابد، شخص المسيح اللي لما شافوه ماسك صوته بيضرب وبيطهر الهيكل افتكروا الايه اللي بتقول غيرة بيتك اكلتني، اللي غير غيرة ربنا على اقداس الله. هو شخص المسيح اللي ضرب بالرمح، بس هو ضرب بالرمح ضرب نفسه. فاكرين الطعنة اللي خدها على الصليب؟ الطعنة دي دخلت فين؟ في احشائه، دخلت من جنبه في احشائه الداخلية. ما هو اللي مفروض يطعن هذا الرجل وتلك الزانية انا والشهوة، مفروض ان هذا الرمح يوجه ليا وللشهوة اللي انا بشتهيها، للذة اللي انا ساقط تحتيها. بس جه المسيح بدل ما يوجه الرمح والطعنة ليا ولخطيتي، وجه الطعنة لنفسه وللخطية اللي هو شالها ايه بدالي. عشان كده ان كانت الاحشاء تشير الى اللذة والى العواطف والى الانفعالات، فالمسيح تلقاها في شخصه. ولما تلقى هذه الطعنة اللي طعن بيها نفسه بارادته، لانه قال كده لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان ايه ان اخذها، وكأنه مطعون بارادته، مش العسكري اللي طعنه ومش اليهود اللي طلبوه ولا الرومان اللي طلبوه، ده الشك. لكن فعلا هو اسلم نفسه بايه بارادته. لما هو طعن بالحرب دهيت بدلي انا والشهوة، يقول عمل حاجات لطيفة جدا. اول حاجة امتنع الوباء، وقف الوباء، وقف سلطان الخطية. مش الوباء ده هو سلطان الخطية ونتيجة الخطية؟ اجرة الخطية ايه؟ موت. امتنع الموت بموت المسيح، امتنع الموت. اين شوكتك يا موت؟ اين غلبتك يا هاوية؟ اول حاجة امتنع الوباء. تاني حاجة يقول انه كفر عن بني اسرائيل. كفر يعني ايه؟
على بني إسرائيل. الإنسان اللي تعرى بالخطية وتعرى باللذة وتعرى بالشهوة، جه المسيح ستره، غطاه، كفارة عنه. وثالث حاجة وأحلى حاجة، أنه انتبع ميثاق سلام. مش بيقول عليه بولس الرسول كده، لأنه هو سلامنا، لأنه هو سلامنا، قاتلا العداوة بالصليب، صانعا الصلح بدم صليبه، لأنه هو سلامنا. عايزين معنى أجمل من كده إيه وأحلى من كده إيه؟ كان في شخص فنحاس، رمز لشخص المسيح المطعون بالحربة، وفي تلك الطعنة أوجد سلام بين الله وبين الإنسان. رد سخط غضب الله عن كل الشعب، عشان كده فنحاس ربنا قال له كهنوتك لا يزول، كهنوتك دائم، لأنك صرت رمز للمسيح الذي كهنوته لا يزول. معنى حلو قوي، ياريت الواحد يفكر فيه كويس عشان يقدر يتفهم ما صنعه المسيح لأجلنا. مين فنحاس؟ ليه قتلهم؟ لأنه ما قتلهمش نتيجة كراهية لشخصهم، لكن قتلهم نتيجة حب وغيرة لمقادس الله. ده غير غيرة رب الجنود، صنع خلاص، حقه ككاهن يدافع عن أقداس شعبه. وكان اسم الرجل الإسرائيلي المقتول الذي قتل مع المديانية زمري ابن سالو، رئيس بيت أب من الشمعونيين. واسم المرأة المديانية المقدولة كذبة بنت صور، هو رئيس قبائل بيت أب في مديان. هي من الأسامي الاثنين دول، زمري يعني من يشبه البقر الوحشي، وهو فعلا الإنسان في شهوته يشبه البقر الوحشي. الإنسان في شهوته وخضوعه تحت سلطان اللذة يشبه بالحيوان. وكذبي دي اللي دنا معاها، كلمة كذبي معناها كاذبة، إن الشهوة طول عمرها كاذبة واللذة طول عمرها كاذبة، لا يمكن أن توجد شبع بل تنشئ باستمرار موتا. ثم كلم الرب موسى قائلا، ضايقوا المديانيين واضربوهم لأنهم ضايقوكم بمكايدهم. وراح ربنا مدي أمر لموسى، قوم حارب المديانيين، لأن المديانيين دول ضايقوكم بأمر الزنا وبأمر الغواية اللي حطوها قدامكم. وعلى مر الزمن يثبت التاريخ أن الشعب لا يلعن ولكنه يغوى. مشكلة الغواية والشهوة، نرجع برضك بذهننا كده من أول ما شعب إسرائيل طلع من أرض مصر، في أربع حروب كان لابد أن يجتازها الشعب. أول حرب اتكلمنا عنها، حرب مع فرعون اللي هو رمز المين؟ للشيطان، ودي ما حدش يقدر عليه، عشان كده قال لهم الرب يقاتل عنكم وأنتم صامتون. تاني حرب مع عماليق، وقلنا عماليق ده هو رمز للايه؟ للجسد. لا، ده انت اللي لازم تحارب ايه فيه، عشان كده قال لموسى اختار شعب وانزل حارب وايديك مرفوعة على مثال الايه؟ صليب. ثالث حرب، حرب مؤاب، واتكلمنا ان مؤاب ما كانش الشعب عايز يحاربه، لكن مؤاب هو اللي اتحرك لمحاربة الايه؟ الشعب. واتكلمنا عن مؤاب ده رمز للايه؟ للعالم. اتكلمنا عن الضيقة التي تأتي الينا من العالم، برغم ان احنا ما بنحاربش العالم لكن العالم هيحاربنا. رابع حرب لابد الانسان يجوزها، حرب مع المديانيين، وربنا بيقول له اضربهم. والمديانيين دول رمز للشهوة، الشهوة والغواية لابد انك تضربها وتقتلها، لانك لو ما انتصرتش عليها ستسقط تحت اللذة. عشان كده كان في اربع حروب لابد انها تحارب، حرب مع فرعون، حرب مع عماليق، حرب مع مؤاب، حرب مع المديانيين.
رمز الغواية والشهوة واللذة. في أمر فاغور وأمر كذبي أختهم بنت رئيس لمديان التي قتلت يوم الوباء بسبب فاغور، ودول اللي قالوا تقتلهم وتضربهم، لأن طول ما فيه لذة اللذة دي هتسبب ضيق، فلابد أن تقضي على الغواية. لكن كان في موقف من مؤاب بسبب هذا الأمر، أمر الزنا والغواية، وإن مؤاب هو اللي اتحرك لمحاربة شعب الله، ربنا شلها لهم وحيجي يعلنها بعد 3-4 إصحاحات، هيوصي وصية من أجل مؤاب هنشوفها بعدين. شفنا ربنا اللي بيدافع عن شعبه في محبة قوية ثابتة لا تتغير، لكن شفنا أيضا قداسة الله التي لا تتساهل إطلاقا مع الخطية ولا مع النجاسة، لأن القداسة التي بدونها لا يستطيع أحد أن يعاين الرب.